هل تنتظرين مولوداً؟ هل تتشوقين لمتابعة تطور الجنين خلال فترة الحمل؟ فيما يلي نقدم مجموعة من التطبيقات المفيدة للحوامل. تطبيق باللغة العربية لمتابعة تطورات الأم والجنين أسبوعاً بأسبوع طوال فترة الحمل، يقدم لك الدعم النفسي الذي تحتاجين إليه لتحمل صعوبات الحمل، وكذلك يفيدك بنصائح ضرورية لتخفيف الأعراض المزعجة، كما يساعدك على الاستعداد لتنشئة طفل سعيد يتمتع بصحة جيدة بمجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو المليئة بالنصائح المفيدة. يتابع تطبيق حملك أسبوعاً بأسبوع به مقالات عن أشهر أسئلة الحمل المنتشرة بين الحوامل، يجيب عنها أفضل الأطباء المتخصصون في هذا المجال، ولا يهتم فقط بالصحة الجسدية للحامل، بل يحتوي أيضاً على ما يهم الحامل على صعيد صحتها النفسية والمشاعر التي تواجهها. تطبيق سهل الاستخدام، ويمكنك معه متابعة حملك أسبوعاً بأسبوع، كما أنه يحتوي على دليل لجميع أعراض الحمل. يحتوي التطبيق أيضاً على إمكانية تدوين يومياتك مع الحمل. التطبيق يقدم لك الأطعمة المناسبة والمفيدة لك في فترة الحمل، كما يحتوي على وصفات لذيذة وعديدة. يحتوي هذا التطبيق على مجموعة من التمارين المناسبة للحامل في مختلف شهور الحمل وكيفية أدائها. يستمر هذا التطبيق من اليوم الأول للحمل حتى بعد أن يتم طفلك 3 سنوات، ويحتوي على مجتمع واسع من الحوامل والأمهات والأطباء الذي يمكنك من مشاركة تخوفاتك وأسئلتك معهم، كما يمكنك تنظيم مواعيد طبيبك الخاص من خلاله. تطبيق يساعد الأم على تنظيم متطلبات المولود الجديد وتحديد ما تريدين شراءه وما اشتريته بالفعل، وهو تطبيق تنظيمي للأم حتى لا يأتي موعد الولادة وتفاجأ بعدم إحضار أشياء مهمة للمولود. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.